خمس العاب تعاقب الغشاشين والمزعجين. الغشاشين في الالعاب والمزعجين يعتبرون اكثر مشاكل يصادفها الجيمر الحقيقي، وراح اذكر لكم خمس العاب تعاقبهم. بانجو كازوي هي لعبه بلاتفورم من تطوير رير، ونزلت على جهاز النينتندو 64، وكان فيها مغاره تكون فيها احرف على الارض، واللعبه تعطيك الفرصه ادخال بعض كلمات سريه المسموحه عشان تساعدك، لكن لو دخلت كلمات سريه مو مسموحه او بشكل مستمر راح تهددك شريرة اللعبة وتقول لك إذا ما عقلت ترى بعاقبك. وش عقابها؟ إذا عنتها وحطيت كلمات زر زيادة راح تحذف كل التخزينات الموجودة في ميموري كارد أو الجيم باك حق الجهاز حقك، يعني الألعاب كلها الموجودة في الميموري كارد راح تنمسح كلها حتى الألعاب الثانية. مارفل فيرسس كابكوم 3 ألعاب القتال يكون فيها أونلاين دائما يكون متواجد فيها فئة يطلق عليهم ريج كويترز أو الناس اللي يتركون اللعبة، وأكيد أكثركم صادفهم، واللي وظيفتهم أنهم فقط يفصلون الأونلاين أو يسوون ريستارت اللعبة بحيث ما تنحسب الخسارة عليهم لما يخسرون. كابكوم بدل ما تمنحهم من اللعب سوت فيهم مقلب رهيب بحيث جمعتهم كلهم وحطتهم في سيرفر كله ريج كويترز، يعني الوضع كله بيصير فصلات. وإذا ودكم أسوي لكم خمس أشياء خاصة عن الريج كويترز اكتبوا تحت لي في التعليقات وابشروا بعزكم. ارك سيرفايفر ريفولت لعبة ارك هي لعبة عوانية وصراع بقاء، يعني لازم تكون أخلاقك محترمة من باقي اللاعبين على أساس تقدر تحارب العناصر اللي تؤدي للموت. وكان في لاعب اسمه ريكي مزعج الناس وبس يغدر فيهم ويقتل فيهم من غير اي اهتمام ويسرق اغراضهم. وطبعا هذا ما يعتبر غش في اللعبه لان اللعبه تمكنك من هذا الشيء، لكن صار هدفه فقط انه يخرب على الناس كل لاعب، يعني اللاعبين الجدد فيخرب عليهم تجربه اللعب. وطبعا باختصار كان شخص واحد نفسيه. بعدها اللاعبين قرروا انهم يتكاتفوا مع بعض ويسجنون ريكي في سجن، والمطورين تفاعلوا مع الامر بانهم ارسلوا رسائل لكل اللاعبين توضح كيف يقدرون يسجنون شخص في اللعبه. وريكي هذا انسجن مدة 10 ساعات متواصلة حقيقية، وصاروا يقدمون له الأكل وهو في السجن يعني على أساس ما يموت عليهم. ولما طلع أعلن عن توبته، قال خلاص أنا تبت وأنا آسف ما راح أزعجكم مرة ثانية، وفعلا ما أزعجهم ومشى الوضع. Legend of Zelda Link's Awakening في لعبة زلدة نزلت على جهاز الجيم بوي القديم، إذا حاولت تسرق من البياع بأنك تاخذ الغرض منه وتمشي من وراء الكاونتر وتطلع برا المحل راح تطلع لك رسالة مكتوب فيها ها فخور بنفسك انت وجهك، واسمك في اللعبة بيتغير الى ثيف، يعني كل شخص ما راح يناديك لينك او يناديك محمد او طلالة او الاسم اللي تحطه، لا بيقولك يا حرامي يا ثيف يا لص سو كذا وكذا. واذا حاولت ترجع المحل عشان تبي تتأسف للبياع المحل راح يستقبلك راعي المحل بصاعقة تشق جبهتك وتقتلك من ضربة واحدة، يعني انسى اذا سرقت ما في رجع. ويتشر 3 في لعبة ويتشر 3 في أكثر من طريقة تجمع فيها فلوس، لكن كانت أسهل طريقة أنك تجمعها عن طريق ذبح البقر وبعدين تبيع الجلد. هنا ما في مشكلة، لكن المشكلة أن البقر كان يرسبن كل ساعة، يعني يرجع من جديد بعد ما تقتله. طبعا اللعبة تخليك تقدر تقدم وقت اللعبة، فتقدر تقدم ساعة وقت اللعبة متى ما بغيت، وهذا بيصير أنه في تكرار متكرر أنك كل شوي يطلع لك البقر ذا وتذبحه. طبعا يعني المطورين ما عجبتهم الطريقة وحطوا باتش أو أنهم سووا طريقة بحيث إذا زودتها بذبح البقر راح يطلع لك وحش شيطاني عملاق راسه بقرة وبيحاول يقتلك، حتى لو أنت قتلته بطريقة ما راح يطلع لك 20 واحد مثله، يعني ما راح يخلصون وأنت ميت ميت. وهذا كانت الخمس العاب اللي تعاقب الغشاشين والمزعجين. عطونا رايكم في الفيديو ولا تحرموا من لايكات، وشاركوا مع اللي يعزون عليكم، واشتركوا في القناة حتى ما تفوتكم فيديوهاتنا الرهيبة. كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.